تهنئتكم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير ودوام الصحة والعافية. بداية، تنعقد هذه الدورة العادية بجدول أعمال مهم نناقش من خلالها الحصيلة السنوية للجهاز التنفيذي وعلى رأسها السيد والي ولاية تيزي وزو. فإذا كان برنامج رئيس الجمهورية يتجسد سنة بعد أخرى في الميدان، ما مدى تجسيدكم سيد الوالي لبرنامج مناطق الظل كم مشروعاً تنموياً مسجلاً لفائدة هذه المناطق؟ فيما يخص برنامج ألبيا، برنامج السكنات الثرقوية المدعمة، فقد تم اختيار المؤسسات المقاولاتية التي ستنجز البرنامج الضخم الذي استفادت منه ولاية تيزي وزو. فالعدد الإجمالي للسكنات حسب التقرير المقدم من طرف مديرية السكن يقدر ب 2333، كما جاء في التقرير، منها 243 انتهت الأشغال، 501 في طريق الإنجاز، و 90 سكن متوقفة، و 1499 لم تنطلق فيها الأشغال بعد. هذا الحجم الكبير من السكنات الذي ينتظر المواطن سكنة لم تنطلق الأشغال بها بسبب عراقيل إدارية بيروقراطية محلية متعمدة. هذا ما أسميه بأعداء تجسيد برنامج السيد الرئيس بولاية تيزي وزو. فيما يخص الحصيلة السنوية، حبذا سيد الوالي لو قدمتم لنا حوصلة صغيرة، أو ماذا استفادت ولاية تيزي وزو من مشاريع تنموية خلال سنة 2023؟ ملف الاستثمار الذي يعد من أولويات الحكومة قصد النهوض بهذا القطاع، فهو مسؤولية الجميع، فكل من موقعه كهيئة منتخبة وهيئة تنفيذية ولجان أحياء ومواطنين لابد من قيام بحملات تحسيسية والتوعية لإنهاء مشكلة المعارضة لإعادة تشغيل مناطق الظل والنشاطات الصناعية. السيد مدير الصناعة الذي أجرى لقاء ببلدية بوجيمة رفقة مجموعة من المستثمرين، يعني في البلدية كلنا يعني عزم على طلبنا بإعادة تشغيل هذه المنطقة، منطقة النشاطات، بإعفاج، وهو مشكور السيد مدير الصناعة. نتمنى أن تعمم الخطوة على باقي مناطق النشاطات الموزعة عبر إقليم الولاية، لأن حقيقة سوف تساهم في خلق ثروة حقيقية في المنطقة وتوفير مناصب الشغل. فيما يخص الاستثمار الفلاحي، وجه سؤالي إلى السيد مدير الفلاحة، كم عدد المستثمرات الفلاحية التي تحوز عليها ولاية تيزي وزو؟ كم عدد الملفات المودعة لدى مصالحكم بالنسبة للفلاحين المالكين لقطع أراضي فلاحية بغية الحصول على عقود الامتياز، يعني عملية تحويل حق الانتفاع الدائم من الأراضي الفلاحية إلى حق امتياز؟ مع العلم أن التوجيهات الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية لدى إشرافه على الجلسات الوطنية للفلاحة تصب كلها في مصلحة الفلاح. فيما يخص المياه الصالحة للشرب، سيدي الوالي، سد سقن 3 ما زال يتخبط في مشاكل لا علاقة لها بما هو موجود في الميدان، حيث لا السكنات المخصصة للمرحلين قد انتهت، ولا المشروع في حد ذاته. سكان الجهات الجنوبية للولاية يعيشون ظروفا مزرية من أزمة المياه، فإلى متى سيكتمل أنجاز السد الذي طال أمد تسليمه؟ تحويل مياه سد الشحاف ببجاية إلى بلدية دائرة بوزقان مشروع انطلق سنة 2017، ما زالت الأشغال قائمة، مع العلم أن مدة المشروع في انطلاق لا يتعدى 12 شهراً للوضعية الاستعجالية التي تتطلبها المنطقة. الأعذار كثيرة، منها المعارضين للمشروع والتمويل والميزانية، فمتى سيرى النور هذا المشروع؟ تحويل مياه واد سبا ولسد تقسب بعدما اكتملت الأشغال والحمد لله بعد طول الأمد، هل نستطيع أن نقول أن الولاية مؤمنة من حيث المياه الصالحة للشرب بالنسبة للمناطق التي تستفيد من مياه سد تقسب؟ سيدي الوالي، لقد استحسن مواطنو ولاية تيزي وزو فتح الأسواق الجوارية خلال هذا الشهر الفضيل. هذه المبادرة بودي أن تعمم على باقي بلديات الولاية حتى لا تقتصر فقط في عاصمة الولاية أو بعض الدوائر، لكن من جانب آخر على مصالح مديرية التجارة أن تكون حاضرة في الميدان لمحاربة التجار الطفيليين الذين يتلاعبون بالأسعار غير مشروعة، إلا أن ظاهرة الارتفاع والتلاعب بالأسعار ما زالت موجودة. وباسم كتلة حزب جبهة التحرير الوطني نثمن القرارات التاريخية التي اتخذها السيد الرئيس، منها الترسيم الفوري لجميع الأساتذة المتعاقدين ورفع منعة
منحة البطالة والزيادات في الأجور والمعاشات التي استحسنها مواطن ولاية تيزي وزو، كما نقف وقفة إجلال واحترام اتجاه أسلاك الأمنية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الذي قام بفك العزلة أثناء تساقط الثلوج الأخيرة بالولاية. هذا يؤكد مرة أخرى الجاهزية واليقظة في خدمة شعبنا وحمايته وحماية حدود بلادنا، كما نشكر المسؤولين على جميع المستويات الذين سهروا من أجل فكر العزلة وتوفير جميع المستلزمات أثناء الموجة الثلجية. أيضا سيدي الوالي، نود يتم توجيه نداء لرجال أعمال خارج الولاية لاستقطابهم للمجيء للاستثمار في ولايتنا قصد إعطاء نفس جديد للولاية. وأيضا هناك مقترحات جاء بها مشروع قانون البلدية والولاية في انتظار صدوره، هو إنشاء توأمة ما بين البلديات والولاية لإنشاء مشاريع تعود بالفائدة لصالح الولاية. أشكر أفراد الجيش الوطني الشعبي وأفراد الدرك الوطني في المجهودات الكبيرة التي قاموا بها على إثر الثلوج الأخيرة التي عرفتها ولاية تيزي وزو باستخدام المعدات اللازمة لفتح الطرقات والمسالك المغلقة لتسهيل حركة المرور وتنقل المواطنين. هنا يؤكد مرة أخرى جاهزية تامة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي وأفراد الدرك الوطني وعناصر الشرطة باستعدادهم التام لليقظة والجاهزية لحماية حدود بلادنا وحدود من كل المخاطر التي يمكن أن تحدق بها وتوفير الأمن والأمان لجميع لشعبها. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحية الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.